هذه أول مرة في حياتي ملي جيت لشينوا كنشوف مطر ديال الضوء ما فيهمش الكاسك، يعني هذاك اللي كتلبس الفوق كما كتشوفوا هانتوما، هذا ما فيهش هذا ولا حتى هو، كلهم في الجنوب ديال الصين. كاينين بزاف ديال المقاطعات اللي كنسميهم بالانجليزيه provinces، والصين راه فيها اكثر من 30 مقاطعه وكل مقاطعه هنايا في الصين السكان ديالها كيبلغ 30 مليون نسمه، وكاين اللي الناس ساكنين فيها بزاف، بحال مثلا مقاطعه غواندون في الجنوب ديال الصين حدا هونغ كونغ. هاد المقاطعة هادي كيبلغ العدد السكان ديالها 120 مليون نسمة، يعني ثلاثة المرات دوبلي ديال النسمة ديال السكان ديال المغرب. وهنا في الجنوب ديال الصين خصوصا عندهم بزاف ديال الجبال، خصوصا فوجيان وتزيجيان بروفانس وحتى تيانغشي وغوانتي وحتى غواندون، عندهم بزاف ديال الجبال وما كاينش كيفاش يدوزو الطريق، يعني كيديروا هاد التانلز هادو اللي مورايا تقبين الجبل من التحت باش يمكن الطوموبيلات والناس يدوزوا الجهه الاخرى. صراحه الصين دوله رائعه جدا. كما كتشوفوا دابا انا وسط النفق هانتوما فيه الضوء وداك الشيء ناضي تبارك الله، وهاد البلاصه هادي فين يمكن نتمشانا، وكاين كاين هنايا الشانطي دابا شي واحد 500 متر وغادي نوصلوا ليه باش نخرجوا من النفق. وبزاف ديال الطوموبيلات كيدوزو هنا وما كيتسمعش الصوت ديالي، هانتوما واحد جوج ثلاثة مطر الطوموبيلات الشاحنات كلشي كيدوز في هاد النفق هذا. سير باقي لينا واحد الجبدة، هذا باقي لا فيه شي كيلومتر ماشي 500 متر، راه باقي بعيد. نقرب لكم دابا الا كتشوفوا الطول ما كيبانش مزيان، المهم راه النفق باقي طويل. غنوريكم واحد البلاصه اول مره شفتها هي هذه، كاين تمايا واحد البلاكه دايرين فيها واحد الطوموبيله ما عرفتش كتبان لكم، وكاين تما واحد الكراج. الصراحه ما عرفتش هاد البلاصه علاش دايرينها، واقيلا تكيت باللي زعما الا ضاعت شي طوموبيل ولا شي حاجه يمكن لا تباركي تما، هادشي اللي كاين حيت هاد النفق هذا كيكون طويل، وشي مرات تقدر ترى شي حاجه مثلا تضيع لشي واحد طوموبيل تو ولا يطرى لها شي مشكل ولا شي حاجه ويلقى فين يباركي تمايا. وكما كتشوفوا حتى النفق فيه الكاميرات، هي واحد الكاميرا من هنا والاخرى من الجهه الاخرى. جاني العطش وشريت واحد القرعه ديال الماء، هي هادي فيها شي طرو، شريتها 3 ارمبي تقريبا شي 5 دراهم مغربيه. عاد دابا طلعت الطوبيس وخرجت خلصت 2 ارمبي تقريبا شي 70 ريال مغربيه 3 دراهم ونص باش نمشي للبارك. صراحه الشينوا كيتهلاو في هاد لي باركس ديالهم والغاردنز، ما كتلقى حتى شي تخريب ولا شي حاجه، كتلقى دوك البلايك مثلا ما كتلقى فيهم حتى شي خبشه العباد ديال الطوبيس والو، وكاينين واحد البلاكات كيديروهم وكيكتبوا فيهم شي العباد يعني باش الناس يقراوهم باش يوعيوهم بالنظافه ديال هاد الاماكن العموميه. مثلا هنايا كما كتشوفوا عندنا واحد البلاكه هذه سميتها اي خو خوا تاو صون وو زو تي، اي خو خوا تاو صون وو زو تي، هنا قال لك اي خو اعتني بالزهور والاشجار صون وو زو تي، بدا مني، يعني خصك تبدا من راسك، خصك تبدا من راسك تعتني بالزهور والنباتات باش حتى الناس الاخرين يتبعوك ويعتنيو بهاد الاماكن العموميه اللي ما خصش الانسان يخربها وما خصش بنادم يدير شي حاجه ما مزياناش هنايا. جريدة عندهم هنا واحد upstairs ناضين
ما هذا سلوم طالع للفوق. والله ماكرات نمشي بشي باخيره صغيره، نمشي وسط الماء نركب فيها، ولكن ما كاينش الباخيرات هنايا. دوك الصغار كتخلص شي 50 ريمبي، كيديك شي 20 دقيقه تقريبا بالبوت. ني هاو تي بيان يو ميو تشوان تو تشوان مايو وان شان ذا شو هو يو ميو وا شين زاي تو مي لاما ني شين زاي زاي كامانا شيفو مينبالا هضرت معاها قلت لها واش كاينين هذوك اصحاب الباخيرات الصغار، قالت لك لا حتى العشيه عاد كيكونوا. قلت لها اش كديري؟ قالت لك كتغسل الحوايج ديالها، كتغسلهم في هذا الواد هذا، وكاين حتى الحوت هنايا كما كتشوفوا. ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا، المهم راه كاين موجود موجود الحوت. وصلت لفودين وان كوغون يار، نهبطوا دابا مع الدروج. هاد البلاصه جيت ليها البارح، كون عرفت مين لي هي نفس البلاصه كون ما رجعت ليش ما رجعتش ما غنرجعش ليها كاع. كما كتشوفوا باو خود زران، قال لك هنايا باو خود زران، حافظوا على نظافة البيئة ولا حافظوا على الطبيعة. حركك هنايا المطر عندهم مطر الصفر والخضر والزرق. هاد الخضر والصفر ما يمكنش نستعملهم حيت كان مسكني هذاك الكود كيطلبوا لي الرقم البطاقه الوطنيه، انا ما عنديش البطاقه الوطنيه ديال سينوا اللي كتسمى بالشمفانجون. باش نشوفوا هاد الواد دابا هو هذا يا سلام. كاين واحد مول الباخره تما صغيره كيصيد الحوت كما كنشوفو. هنا عاوتاني واحد الحيزين، واو